هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان أكمل الهدي، كما هو الشأن في هديه دائما عليه صلوات الله وسلامه. ومما يتصل بذلك حديث ابن عباس، وهو يصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فنتعلم من رمضان الجود والبذل والإنفاق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتجلى من الكرم في رمضان صدق المشاعر بين المسلمين وتحقيق الإخاء، ويتجلى في الإنفاق أيضا المحبة بين المعطي والمعطى، بين المتصدق والمتصدق عليه، تنشأ روح المحبة بينهما والتعاون الذي أراده الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها، والله المستعان.